أكدت الحكومة أن أعمال إنشاء صومعة الأقمح المستوردة بميناء غرب بورسعيد بطاقة تخزينية تصل إلى 100,000 طن قاربت على الانتهاء. وأشارت الحكومة إلى أن تكلفة إنشاء الصومعة تبلغ 520 مليون جنيه، منها 13.2 مليون يورو قرض من صندوق أوبك للتنمية الدولية أوفيد، والباقي تمويلات ذاتية من الشركة العامة للصوامع بقيمة 276 مليون جنيه. وتم وضع حجر الأساس لإقامة صومعة الحبوب التي تتكون من 8 خلايا بميناء غرب بورسعيد في نهاية أكتوبر عام 2021. المشروع متكون من 8 خلايا تخزين، 4 بسعة 14,000 طن و4 بسعة 11,000 طن، ومزود ب2 شفاط على رصيف عباس بقدرة 600 طن ساعة لكل شفاط. التخزينية عندنا في الصوامع هنا 100,000 طن متقسمة على 8 خلايا، 4 خلايا 14,000 طن و4 خلايا 7,500 طن. احنا المشروع هنا قائم على خرسانات بلبش زي ما احنا شايفين كده، وفي انفاق تحت، واستخدمنا نظام معين في موضوع الخرسانه اللي تحت عشان خاطر نمنع تسرب المياه داخل الانفاق، لان دي كانت مشكله بتقابلنا كتير في الصوامع الموجوده قبل كده. انطلقت فعاليات الجلسة المعلوماتية بعنوان التعاون عبر حدود البحر المتوسط في إطار برنامج التعاون الإقليمي الجديد مع الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2021-2027. يهدف البرنامج هو التعاون الإقليمي الجديد إلى دعم تنفيذ مشروعات بواسطة شركات القطاع الخاص والاتحادات والجامعات والمراكز البحثية ومنظمات المجتمع المدني، ليس فقط من خلال إتاحة المنح، ولكن أيضا من خلال خلق شراكات مع نظرائهم في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودول حوض البحر المتوسط، بما يسمح بتبادل الخبرات والتكنولوجيا والتقنيات الحديثة. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط محققة أعلى مستوى منذ نهاية نوفمبر الماضي لتسجل ثاني مكاسبها الأسبوعية على التوالي. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.36% لتبلغ 83.55 دولارا للبرميل، وأيضا لتصل إلى أعلى مستوى منذ 30 نوفمبر. كذلك ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 84% لتبلغ 78.01 دولارا للبرميل، وذلك أيضا في أعلى مستوى منذ 29 نوفمبر. وارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 2.40% لتبلغ 2.83 دولارا للتر، وصعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 5.48% لتبلغ 2.71 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا خفضت صادرات النفط والمنتجات النفطية طوعا بنحو 500,000 برميل يوميا في يناير. وأضاف نوفاك أما سوق النفط العالمية متوازنة، لافتة إلى أن صادرات بلاده النفطية إلى الهند وهي من كبار المستوردين تسير وفقا للمقرر. جاءت تصريحات نوفاك بعدما ذكرت تقارير أن عشرات النقلات المحملة بنحو 10 ملايين برميل من خام سوقول الروسي علقت قبالة سواحل كوريا الجنوبية منذ أسابيع. قال ألكسندر دوكوف الرئيس التنفيذي لشركة غاز بروم الروسية إنه لا يرى حاجة للتخفيضات الإضافية في إنتاج النفط من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، وذلك قبل أيام من اجتماع المنظمة بشأن سياسة الإنتاج. وأقرت أوبك بلاس في نوفمبر الماضي خفضاً طوعياً للإنتاج بإجمالي 2.2 مليون برميل يومياً خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث تقود السعودية الخفض بنحو 1 مليون برميل يومياً.